طيب نخش بقى على الصحافة دلوقتي، وخلينا نقرأ منشطات نشوف كده الصحف المختلفة تحديدا المغربية كمان والمحلية قالت ايه عن مشاركة الاهلي في المونديال. نبدأ معاك يا كريم. البداية مع جريدة العمق وعنوانها الرئيسي بيقول في العمق اجواء المغربي. طبعا العمق المغربي في اجواء المرح والحماسة الاهلي المصري يخوض اخر حصة تدريبية قبل اول مباراة بالمونديال. حلو كمان ان لما انت بتتكلم عن ان البطوله مقامه في المغرب ويجي بعد كده صحف او تيجي بعد كده صحف مغربيه تتحدث قد ايه المنافس بتاعك اللي هو النادي الاهلي بطبيعه الحال يعني بيتكلموا بشانه بمنشطات قويه وبيتكلموا قد ايه هو برضو نادي له تاريخ ونادي قوي. ده مش المنشطات الوحيده، احنا جايبين لحضراتكم حاجه سريعه بس في فعلا صحف كثيره تغنت بالنادي الاهلي، يعني بتكلم مغربيه وغيرها، باداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وسكواد النادي الاهلي، وتغنت بالمناسبة بكابتن محمود الخطيب ووصوله والاحتفال اللي كان موجود من قبل الجماهير المختلفة اللي مسافرة ومنها من الجاليات المصرية في المغرب. فكل ده كان فعلا ظاهر في الصحف والمواقع المختلفة، حاجة لو هنرجع نقول هي حاجة تشرف بصراحة. الشرق الأوسط كمان تحدثت قالت كاس العالم للأندية من يوقف الهيمنة الأوروبية، ده كان تساؤل يعني يقول لك الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مواجهة افتتاحية والهلال يتدرب للوداد. إن شاء الله تبقى كمان يا كريم أو يبقى افتتاح يليق بالدولة، يليق بدولة المغرب ويليق بالبطولة. وأنا أتوقع جدا يمكن تابعنا مع حضراتكم برضو بعض الملامح كده حول حفل الافتتاح، طبعا هيبقى فيه كذا فقرة غنائية وهيبقى فيه شو وهيبقى فيه حاجات زي كده، طبعا التذاكر كلها تم بيعها، لكن ان شاء الله برضو كمان الافتتاح يكون يعني بنفس حجم البطوله دي، حاجه مهمه. وان شاء الله بقى يعني الافتتاح بتاعنا احنا بقى بالنسبه لنا ولقاءاتنا في هذه النسخه ضربه البدايه، يبقى برضو ان شاء الله نكون موفقين. في جريده الوطن المصريه عنوانها الرئيسي بيقول الاهلي ومونديال العشق والغرام، فيها ايه الكوره الا انت، يعني يا سلام على الكلام الجميل. بيكلم كمان بقى من هنا بدأ الحلم ويا لها من ذكرى ومن الأسطورة وضد الخطر أولاد العم سابقا، يعني بيتكلم بقى مع كل عامل زي كده جدولة عامل زي الدراسة، كانت حاجة حلوة فعلا من الوطن بصراحة، وفكرة هنا الإلمام بهذا الملف ومشاركة الأهلي. من الوطن أيضا عندك الأهلي ومونديال العشق والغرام، وده استكمال للخبر اللي كان بيتكلم فيه كريم، وجايب بقى تفصيلي كده سبع المشاركات بالتواريخ تاريخ بالفوز بالخسارة بردود الأفعال، يعني جايب لك أرقام بصراحة برضو يعني ملف حلو الوطن عامله للي عايز يتابع. نروح بقى إيه لليوم السابع. الأهلي يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية الليلة بمواجهة أوكلاند سيتي بالمغرب. كولر يبحث عن إنجاز عالمي مع المارد الأحمر. ألبرت ريارا يرفع شعار التحدي أمام بطل مصر. وجوزيه بطل المواجهة جوزيه بطل المواجهة الوحيدة بين الفريقين. عجبني التصريحات اللي تحدث بشأنها برضو يعني المدير الفني لأوكلاند سيتي، ان هو اولا هو لم يقلل من اي خصم، يعني وتحديدا لما يبقى خصمك النادي الاهلي هو ما فيش مجال انك تقلل منه، بس فكره هنا لم يقلل بمعنى ان هو ما اشعرش الناس ان هو الجيم ده او البطوله دي او الافتتاح ده هيكون مضمون ابدا. قال لك انا بلاعب واحد من أكبر الأندية إفريقيا وعربيا، أنا بلاعب واحد شارك بمعادلات كبيرة جدا، فاز بكذا بطولة، عنده سكواد رائع، يعني هو برضو هنرجع نقول تحدث بشكل محترم حول النادي الأهلي من فريق من إدارة فنية من تاريخ برضو في مشاركة وبطولات، فده ممكن يدي برضو فكرة كده شوية زي ما بتقال إيه جلمبس او يعني بوادر حلوه على الصعيد الثاني برضو مارسيل كولر عمره ما كان بيتحدث ان في مباراه سهله ومباراه صعبه، خصم سهل وخصم صعب، او حاجه مضمونه او مباراه غير مضمونه، دايما يتحدث ان كل مباراه لها ظروفها، وبالعكس هو دايما بيقول المباراه السهله هي دي اللي من خلالها تقدر تحقق وتحصل على البطوله. المباراه الاولى كذا مره اوكلاند سيتي تحدث كولر بشانها، قال لك انا ماليش دعوه في اللي جاي، انا باصص على دلوقتي، دي بالنسبه لي بطوله في حد ذاتها، اعدي من دي ابص على اللي بعده، لكن انا مش هبص بقى انا هعمل ايه مع ريال مدريد، انا ممكن ما اقابلش ريال مدريد، مهم جدا ان انا ابدا من دلوقتي. اوكلاند سيتي عثره كبيره وزي ما بتقال كده منافسه هيكون فيها شديده جدا على الارض، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعديها بكوره حلوه وبنتيجه كمان احلى، وكان فكر بقى في اللي بعده، يعني مش عايزين نشغل ونشتت نفسنا واللعيبه دلوقتي ونضغط باي شكل من الاشكال. صح ولا ايه؟ صح جدا، وان شاء الله تكون ضربه البدايه موفقه باذن الرحمن النهارده.